أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وضع خطة شاملة للتأمين الطبي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والتي تشمل الدفع ب2952 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكل المحافظات، بالإضافة إلى 10 لانشات إسعاف نهري وطائرتين مروحيتين وتكثيف انتشار الفرق الطبية بجميع المستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى بها.